السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم في الصحة ورعاية الله. اسمي أستاذ محمد نصر رفيق بن نصر الدين. هيا نتعلم. اللغة العربية اليوم سنواصل عن الموضوع السابق للصف الخامس في المطبخ، ما معنى المطبخ؟ المطبخ بمعنى دبور، المطبخ بمعنى دبور، كلكم اقرؤوا، في المطبخ في المطبخ ما هي الاشياء الموجوده في المطبخ اولا ما هذه كولي كيف يقول كولي باللغه العربيه مقلات مقلات الان فصل الكلمه مقلات الى الحروف المقطعه ميم قاف لام اليف ردت مره اخرى ميم قاف لام ألف تاء ثانيا ما هذا بريو كيف يقول بريو باللغه العربيه قيد رون قيد رون الآن فصل الكلمة قيد رون إلى الحروف المقطعة قاف دال را ردد مرة أخرى قاف دال ر ثالثا ما هذه صندوق كيف يقول صندوق باللغة العربية مغرفة مغرفة الآن فصل الكلمة مغرفة إلى الحروف المقطعة ميم غين را ف ردد مرة أخرى ميم غين R-O-F-A-T Ra Rabi'an Mahadha Dapur Kaifayakul dapur Bil-lokatin arabiah Mauqidun Mauqidun الآن فصل الكلمة "موقد" إلى الحروف المقطعة: ميم واو قاف دال. ردِّد مرة أخرى: ميم واو قاف دال. Khamisan. Mahadihi. Peti ais. Kaifah yakul peti ais? Bil-lokatin Arabiyah. Thal-lajatun. thal Al-an. فصل الكلمة ثلاجة إلى الحروف المقطعة ث لام أليف جيم تا ردد مرة أخرى ث لام أليف جيم تا وأخيرا سادسا ما هذا؟ كتُهار. كيف يقول كتُهار باللغة العربية؟ فُرْنٌ. فُرْنٌ الان فصل الكلمه فرن الى الحروف المقطعه ف ر رد مره اخرى ف ر ن هيا نراجع الاشياء الموجوده في المطبخ اولا كيف يقول كوالي باللغه العربيه نعم هذه مقلات ثانيا كيف يقول بريو باللغه العربيه لا هذا قدر ثالثا كيف يقول سندو باللغة العربية أحسنتم هذه مغرفة رابعا كيف يقول دابور باللغة العربية؟ غير صحيح هذا موقد خامسا كيف يقول بتي ايس باللغة العربية ممتاز هذه ثلاجة وأخيرا سادسا كيف يقول كتوهر باللغة العربية عظيم! هذا فرن. شكراً جزيلاً، إلى اللقاء، مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.